اللي هو لازم يقع يتكعبل يتزحلق يحصل له حاجه وانا بصور، لازم ده يحصل لي في اي عمل. اهلا واضح زينب العبد. يا راجل طمنا قدامك، الا ما عمرك بس نستلي مره. ايه مالكش في القطط؟ اغرب موقف حصل ليا مع معجب حقيقي كان بعد مسلسل العتاوله. كنت في الزمالك وجت بنت اللي هو يعني هي بتتصور معايا، وبعد ما اتصورت قالت لي اوعي تكوني بتكدبي، اوعي تطلعي مش هي. ضحكتني قوي 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 بجد، ما يعني متخيلتهاش يعني. فاصحابي ردوا عليها قالوا لها لا مش هي وبنضحك عليكي. فالبنت دي بجد كانت مسخره يعني، كانت عيله صغيره بس لطيفه بشكل مش طبيعي. اللي هو بعد ما اتصورت خلاص يعني، انت بتساليني بعد ما اتصورتي؟ طب ما تسالي قبل الصوره. بس ده الموقف الوحيد اللي ضحكني يعني. اكتر موقف طريف حصل لي في تصوير، والله يعني انا بقابل مواقف كتير حلوه يعني، بس انا اغلب مواقفي في التصوير مش طريفه قد ما في كوارث يعني. اللي هو لازم يقع يتكعبل يتزحلق يحصل لي حاجه وانا بصور، لازم ده يحصل لي في اي عمل، ما اعرفش ما بطلعش سليمه يعني. مثلا في مسلسل الضحك الباكي لو في مشهد المفروض ان انا كنت بتزحلق فيه، فنزلت على سن جرده الحديد، ده عملي شرخ في الضلع تقريبا. قعدت فتره كبيره بتنفس بصعوبه، قعدت شهر بتعالج منه. ده عشان يعني انا عايز اعمل مشهد طبيعي، فقلت استاذ محمد فاضل هناخده يعني، هعمل بروفا بس مش هعمل وقعه عشان انا عايز اعمل وقعه طبيعيه، فعملتها فطلعت طبيعيه قوي لدرجه ان انا يعني جريوا بيا بقى حقن ومسكنات وحاجات. اكتر حاجه مجنونه بقى عملتها في حياتي، كنت في دهب وانا كنت حاسه ان المسافه اللي بيني وبين السعوديه مش بعيده، وقررت ان انا انزل في اللاجون، البحر مفتوح والهواء بيجري يعني بياخدك لجوه بسهوله، ففضلت اعوم اعوم اعوم. حقيقه كان يعني بيني وبين السعوديه يعني مفيش، ففضلت اعوم 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 وما حسيتش بنفسي. انا بحب البحر جدا وبحب السباحه يعني، ففضلت اعوم وفجاه لقينا كنت انا واحده صاحبتي واتجننا، ففجاه ما لقيناش حد حوالينا، احنا فعلا داخلين على السعوديه، احنا بنهزر وعايزين نرجع بقى. فالهواء بيسحب بسهوله، لكن انك ترجعي، احنا مثلا دخلنا في ربع ساعه نص ساعه، رجعنا في ثلاث ساعات، لدرجه ان هم كانوا متخيلين برضو ان احنا غرقنا يعني، قعدوا يدوروا عليهم، هم بيدوروا اصلا علينا بره واحنا جوه خالص، فجاه لقوا اتنين كده بلافين طالعه من البحر. فده كان موقف صعب يعني، خضني بس كنت مبسوطه بالمغامره. مهنه غير مشروعه لو ما فيش قوانين لا يعني، لا ما مش لا غير مشروعه ايه، بس يعني ممكن اعمل قانون للكلاب خاص بالكلاب، انا بحب الكلاب، فممكن اعمل لهم قانون، يبقى قانون زيه زي البني ادمين. دي الحاجه اللي ممكن اعملها يعني، يعني اعمل لهم قانون خاص بيهم قوي كمان يعني، يبقى ليهم نفس الحقوق. والله بجد. شكرا واضح زينب العبد.